طبعا احنا بدنا نعيد كل اللي اعياد ميلادهم اليوم هابي بيرثدي وعقبال الميت سنه، بس اسمحوا لي في كتير عالم مثلا اعيادهم اليوم عبر صفحه فيسبوك اللي عندي كمان قال لهم هابي بيرثدي وعقبال المية. منهم صابرينا بنقول لك انت متابعه دائمه لبرنامج عالم الصباح، ووصلت لك المسج لكارمن مع انه صرت اربع خمس مرات كارمن قالت لي وهالقد بتعرف عنك صارت اكثر يمكن ما انت بتعرفي عن برجك، هلا رح تخبرك بعد. كمان هابي بيرثدي لمالك فرحاتي، او كمان اعطينا تاريخ ميلادك لمالك الصحافي التونسي المتابع لبرنامج عالم الصباح، وتحيه لكل مشاهدينا بتونس. اما هلا نحن وياكم رح نروح على زودياك، حضروا تواريخ ميلادكم، الساعه والبلد اللي خلقتوا فيه، واتصلوا ارقام التليفونات قدامكم على الشاشه. صباح الخير كارمن، زودياك. صباحكم بالخير، صباح الخير جوزيف، شكرا لك، وطبعا نتمنى لها صابرينا ان شاء الله يكون ايامها وسنتها كثير حلوه. برجع بذكرها لصابرينا انه بتقدري ترجعي، وكل المشاهدين رجعوا يسمعوا حلقه الابراج اليوميه اللي فيها مولود اليوم، بتنزل على الابلكيشن عالم الصباح والفيديو اليوتيوب عالم الصباح، بتسمع الحلقه وكل شيء مخبي لك بهيدي السنه. على كل جوزيف مرق لي تاريخ الولاده، انا حطيته 11/8 طبعا مولودة اليوم 87، وعندنا ساعة الولادة. خلونا نشوف بالنسبة لصابرينا كيف رح بتكون سنتها، بدها تعرف بشكل عام. هيدي حسب الساعة اللي عطيتيني إياها، في عندي طبعا الطالع، هيدا شيء كتير مهم، في عندي مجموعة الكواكب موجودة بأعلى نقطة بالدائرة الفلكية، كمان هيدا شيء كتير مهم. كيف رح بتكون السنة؟ أول شيء في عندي هالكوكبين موجودين ببرج القوس، هيدا الشيء ما كتير بيريحني، هيدا الشيء بيقول لي إنه في عندي زحل رح يشكل بعض العوامل المتقلبة، يعني في عندك تقلبات بعد بهيدي السنة، وأيضا في عندك سنة 2017 رح بتكون بأواخرها كمان متقلبة. بس الحلو عندك إنه في تغييرات كتير كبيرة مقبل عليها. بدنا نحكي هلا عن الاشياء الحلوه الايجابيه بهيدي السنه يلي بتبلش اليوم. في عندي جوبيتر عم بيقطع بكل هالمنطقه هاي من البرج العذراء طبعا الميزان وبيقطع لهون، هيدا معناتها انت هيدي السنه رح بيكون في عندك انفتاح كتير مهم على الدوائر الخارجيه. شو هي الدوائر الخارجيه؟ اللي هي منا العائليه، يلي هي الاصحاب، يلي هي النوادي، يلي هي الانفتاح على الاخر، يلي هي التعاطي من شان العام بالكوميونتي بالمجتمع معك، لازم يصير في تعاطف، لازم تدخلي فيه، لانه هون رح بيكون نقطة الحظ عندك، هيدي رح تحمل لك حظ، هيدي رح بتجيب لك الحظوظ الكبيرة بهيدي السنة ورح بتخليك تكوني انسانة كثير ناجحة. وعقبال 100 سنة. ناخذ أول اتصال. ألو مرحبا. يا أهلا. كيفك مدام؟ الحمد لله. حبيبتي الله يخليك، أنا كذا مرة بتصل فيك، أنا معجبة كثير ببرنامج. يا أهلا وسهلا. حبيبتي عندي بس تاريخ ميلادين، فيك تمرقي لي إياهم؟ بدي تاريخ واحد، تفضلي. الله يخليكي، عندي بنتين أنا حابة أعرف بس عليهم. بدي آخذ تاريخ واحد إذا بتسمحي لي بس. أوكي. 11/2. نعم. 98. 98. الساعة 3:15 دقيقة. صباحاً. لا بعد الظهر. 3 وقد ايه؟ 15 دقيقة. 3 وربع بلبنان؟ ايه. اوكي، شو حبيب. بدك تسألي عنها؟ عن كل شيء. شو بتعمل هي؟ هي بتتعلم جرافيك ديزاين. جرافيك ديزاين؟ ايه. اوكي، شكرا لاتصالك. شكرا لك. خلينا نشوف بالنسبة لها شو بتمنى تكون الساعة صحيحة، لأنه حسب الساعة اللي عطيتيني إياها في عندها مجموعة كواكب كتير حلوة موجودة بمنزلة أو بخانات التعاطي مع الآخرين، الارتباطات، الكونتريات. في عندي القمر حلو موجود بالبيت الثاني اللي هو بيت المصاري. شو معناتها كل هالامور هيدي؟ اول شيء احلى شيء انا بلاقيه بصراحه هو وجود المشتري البيت الثامن، هيدا بيعطيها حمايه لإلها هي، بخليها تكون انسانه محميه، ما في عندها تقلبات كثير كبيره بالوقت الحالي، يلي بيقول لي انه يبدو وكانه عائليا في احتمال يكون في تغييرات إيجابية بسنة 2017، يا أما عندكم بالبيت بصير حدث حلو، يعني من ورقتها
بين في انعكاسات كتير حلوة على العائلة، بيت جديد، بيبي يمكن بالعائلة، في شيء حدث كتير حلو عندكم بالبيت رح بيكون إيجابي ورح تتطور الأمور بشكل كتير جيد. بغير اتصال نبقى بنحكي أكتر عن حياتها المستقبلية لما بتكون شوي أكبر. ناخد اتصال جديد. ألو. يا أهلا. ألو بونجور. بونجورين. كيفك كارمن؟ يا أهلا وسهلا. أنا بدي أسأل عن بنتي بليز. تفضلي. هي خلقانة ب 22 حزيران. 28. توتو. توتو. إيه صباح 22 يعني الساعة 5 الصبح. أي سنة؟ ال 88. 88 الساعة؟ الساعة 5 الصبح. وجه 22. 5 الصبح، أوكي، شو السؤال؟ عن الشغل، عن العاطفة، هيك بحب تحكي لي شيء عنها. أوكي. شكرا لاتصالك. اوكي خلينا نشوف شو في عندها. بالنسبه لها اللي بلاقيه حلو بالنسبه لها انه هيدا الشهر اللي نحن موجودين فيه، هيدا الشهر اللي نحن موجودين فيه على الارجح، والشهر المقبل على الارجح رح بيكون في عندها حدث نقله نوعيه او تغيير بحياتها الشخصيه. فيكون كمان له علاقه بالوضع العائلي، في تطورات، في حلول من وراها. ال 2017 هي السنه اللي بتعذبها شوي، بدها تكون منتبهه شوي اكثر على صحتها، بدها تنتبه اكثر على شغلها، هو اللي معقولة شوي شربت لها الأمور. لكن حسب مثل ما أنا شايفة هيدا السنة رح بتكون حلوة، مفروض تخلص بشكل كتير حلو. في تطورات عائلية وشخصية عندكم بالبيت وعندها بحياتها الشخصية، هو فينا نقول المنور، هو الأريا المجال الإيجابي اللي عم بيتطور عندها بحياتها. تنتبه بس على صحتها، تنتبه أيضا على شغلها. هلأ اتس أوكي ماشي الحال، لكن 2017 فيها شوي تقلبات. في اتصال؟ الو؟ الو بونجور. يا اهلا. يعطيك العافية مدام كارمن. الله يعافيكي. بدي منك اعرف عن ابني. نعم. مواليد ال 87 26 حزيران. 26 لحظة بليز. 26 حزيران 1997. 97 اوكي، أي ساعة؟ وش الصبح. اوكي. بدي اعرف بس عن حياته وعن مستقبله. شو عم بيعمل حاليا؟ عم يشتغل بس عم بفكر بسفر. سفر، اوكي، خليني اشوف شو ببين. شكرا لاتصالك. ماشي مدام كارمن. اوكي شكرا لك. بالنسبه له اذا عم بفكر بسفر، هلا ما بعرف قديش نحن عم نشتغل على ساعه صحيحه. إذا الساعة صحيحة أنا بقول لك إنه يمكن يكون في عنده سفر، يمكن يكون في تغيير، يمكن يكون النقلة إيجابية، ويمكن تكون هذه القصة عم نحكي بظرف شهر أو شهرين إذا عم بيقدم. إذا مش عم نحكي عن قصة شهر وشهرين، هيدا معناتها القصة شوي مطولة، هيدا معناتها إنه القصة يمكن تاخد شوية وقت، مش هلأ موضوع السفر. يلي أنا شايفته بصراحة موضوع الشغل هو الموضوع اللي بعت له هم، هيدا شيء مزبوط. ليه؟ لأنه زحل عندي موجود بيت السادس، بيت السادس هو بيت الشغل وبيت الصحة، زحل موجود هون وباقي هلا وباقي كل سنه 2017، هيدي معناتها انه هو من الاشخاص مطرح ما راح ما يفكر انه هلا في يهرب من التقل او من العذاب او من المشاكل المهنيه، هيدي القصه باقيه معه السنه والسنه اللي جايه، لكن شو في يعمل؟ في نقي شغله مرتبه يكون هو مبسوط فيها، مرتاح فيها، لحتى تكمل معه الامور بشكل مستقر، ما بدي يتنقل، بدي يركز على مطرح، طبعا هو بعده صغير يعني بمعنى انه عم يفكر يسافر يروح ويجرب لحتى يرسي على بر مثل ما نحن بنقول. اذا مثل ما عم بقول لك هلا في احتمال يكون بعد شهر او شهرين يكون في تغيير عنده بالنسبه للسفر، بس الشغل بده ما يفكر انه رحنا غير مطرح معناتها رح نكون مبسوطين اكثر، هيدي بحالته هو، في اشخاص بيروحوا مطرح ثاني بينبسطوا اكثر، هو بالنسبه له نوعا ما بده يتاقلم مع الاجواء وين ما كان بالنسبه للاجواء المهنيه. ناخذ اتصال. الو. يا اهلا. بونجور. بونجورين. بدي اسال عن ابني اذا نعم. ممكن. نعم تفضلي. اسمه هراج. نعم. مواليد 13/8/88. 8/8/88. نعم. بخصوص عمل وسفر اذا في. اي ساعه؟ الصبح الساعه 9 الا ربع. 9 صباحا. نعم.
اوكي بس حتى اقول لك انه انا ما بعوز الاسم، ما بشتغل على الاسم. اوكي خلقان بلبنان. ايه نعم. خليني احط بس شغلي. نعم اوكي خليني بس اتاكد. عن اي موضوع قلتي لي بدك تعرفي؟ عمل؟ لا ما عم يشتغل هلا. ايه بدون شغل، وبدي اسال عن سفر اذا في. اوكي شكرا لاتصالك، خلينا نشوف شو مبين عنده. بالنسبه لإله يعني كل تقريبا عم يجيني الاتصالات تقريبا هن بنفس الجيل، عم بيسالوا عن اولادهم يلي بنفس الجيل يلي عم بيمرقوا بصراحه بظروف منا كثير هينه. ليش؟ لانه في عندهم هيدا الجيل الخلقان ب 88، في عنده و 87، في عنده زحه، عنده كواكب كبيرة تقيلة مثل زحل أورانيوس موجودين ببرج القوس يلي عم بيتعذبوا شوي ورح يتعذبوا نتفي بال 2017. هيدي النقطة اللي بدهم ينتبهوا لها، هيدي النقطة اللي بدهم يشتغلوا عليها، هيدي النقطة اللي بدهم ينتبهوا لها بشغلهم وبأشغالهم. بدهم يطولوا بالهم كتير. بالنسبة لابنك هراتش مواليد برج الأسد، شو معناتها؟ معناتها إنسان عنده كتير من كبريائه، ما كتير بيتنازل، هيدا الشيء بيعذبه بحياته. الفتره المقبله عليها بدها طولة بال لحتى اموره تمشي بسهوله اكثر، فانا بطلب منه انه يطول باله شوي. اللي حاببته كثير هو انه طالعه اول درجات برج الميزان، هذا معناته انه في عندي جوبيتر رح يمرق على طالعه بشهر سبتمبر ورح يفتح قدامه صفحة جديدة، بانتظاره صفحة جديدة وحلوة كتير كتير كتير. 13 سنة بتصير مرة، فبانتظاره نقلة نوعية بشهر سبتمبر، بتمنى ينقي الأفضل لإله، يفكر لبعيد. ناخد اتصال. الو يا اهلا. وي بونجور. بونجورين، معك ندم دكتورين. تفضلي. بس بدي اسال عن ابني وعن في مجال. بدي شخص واحد بليز. نقي مين بدك؟ يلا رح نقي ابني. نعم. شو بعطيك التفاصيل؟ بدي تاريخ بليز الولادة والساعة. 9/12/2013. زغطور بيبي. 2013، اوكي، أي ساعة؟ الساعة 1:15. الظهر؟ الظهر. 12:45. فيني ضلني اسمعك على التليفون لانه انقطعت الكهرباء بهذا البلد؟ ما بعرف اذا في، هن من جوا من الكنترول هن اللي بيقرروا. خليني اشوف، خليني اشوف البيبي، خلينا نشوف شو القصة. ديسمبر 2013، 3 سنين. طيب خلينا نحكي، طبعا بدنا نحكي بشكل عام عن هيدا المولود اللي عمره 3 سنين. خلقان كان طالعه باللحظة الخلق فيها، طالعه كان الحوت، اخر درجات برج الحوت. هو من مواليد برج القوس. وقت الخلق ابنك خلق وشمسه كانت بالبيت التاسع، وميركوري موجود بيت التاسع. اول شيء ابنك لحتى اقول لك هو شخص على الارجح ما بيبقى ببلاده، بالبلاد اللي خلق فيها، عنده سفر على طول بحياته، حتى لما بيروح وبيستقر بمطرح الا ما يرجع، او يرجع ينتقل من هالمطرح الى اخر. لبنان بلد بصدره بخليه ينتقل الى مكان اخر. هل يا ترى بيرجع بينتقل من غير مطرح؟ على الارجح بيتنقل، لكن بدنا نشوف نبقى اي بلد بيرسي فيه لنشوف اذا البلد الاخر كمان بيسافروا. اذا من لبنان يبدو انه عينه لبرا، لبرا يعني للخارج، بمعنى انه بحب يسافر، بفكر بيسافر على كبر، فيها تكون القصه. بالنسبه لإله هو طالعه اللي هو الحوت وبرجه اللي هو القوس، هذا بيعطيني انه شخص كثير حساس، شخص بدك تنتبهي احيانا ما بيقدر يركز كثير، عاطفي كثير، بدك تنتبهي له، بحوص، حساس، واحيانا صريح لدرجه انه معقول ياذي هالشخص اللي بحبه بكلمه صريحه، فبدك تطولي بالك عليه. ما بيركز قلت لك، لكن ما معناتها انه ما بينجح، بالعكس، عنده كواكب بالبيت التاسع، العاشر، 11، بلوتو اهم شيء هون بيعطيني انه اي مجال بيختاره ليشتغل فيه بيكون شخص ناجح. شو بدي اقول لك؟ انه حساس، فيكون يشتغل بمجال الفني، في يشتغل عنده تالنتس، شخص اوريجينال كثير، في يشتغل باي شيء كرييتيف شو ما نقى، كما انه المحاماه بالنسبه له هيومانيتيريان، كل هالاشياء بالنسبه له كثير 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 حلوه. بس نقطة حساسة لازم اقول لك اياها تنتبهي لها، هي وجود المريخ بالميزان. وجود المريخ بالميزان بيعطيني
اجمالا اجمالا، بس لحتى تنتبهي على المسالك البوليه، هيدي هي يورينري انفكشنز، هيدي نقطه كثير مهمه لاي مولود تحت المريخ ببرج الميزان. هيدي بس لحتى تنتبهي له لانه هو شخص بيبي بعده، فبدك تنتبهي للنقطه لحتى تتفادي او هو يتفادى هالمشاكل. بتصور بعد عندي وقت اخذ اتصالات، ما هيك؟ ناخذ اتصال. الو الو، صباح الخير. يا اهلا وسهلا، كيفك مدام كامله؟ يا اهلين، تفضلي. اذا جومانا مواليد 18/2/98. 98؟ اي نعم. اي ساعة جومانا؟ الساعة 6 المغرب، العشاء يعني. اي 6 المغرب. اي اوكي، السؤال عاد يعني حياته شو بصير معه مستقبلا يعني. اوكي، شكرا لاتصالك. خلينا نشوف جومانا شو الوضع. جومانا من الأشخاص اللي عندها مجموعة كواكب بالبيت السادس، إذا عم نشتغل على ساعة صحيحة هيدي معناتها أنه هلأ مرقت قطع عليها ظروف ما كانت سهلة، كانت بالصحة، كانت حتى بشغلها بدراستها. أنا بقول لك من هلأ أنه ما تفكر بأمور عاطفية، لأنه في عندي سنتين ثلاثة أمورها العاطفية منا ثابتة، خليها تركز على شغلها، تركز على درسها، على اللي بتعمله، لأنه الأمور العاطفية هلأ أبداً أبداً مش وقتها. بالنسبة لها هي بقول لك أنه التطورات اللي عندها رح بتكون حلوة، رح بتساعدها كل ما دخل بالمجال الفني، يعني كل ما دخلت وحطت حالها ب يعني حابه انها تدرس، حابه تنخرط مثلا بمجموعات اجتماعيه، هوبيز جديد، هالامور رح بتساعدها كثير، لانه السنه المهمه عندها بصراحه هي 2018 2019 و2020، هدول الثلاث سنين هن رح بيكونوا كتير 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 مهمين بحياتها، ورح بيكونوا مفصليين. 2018 19 والعشرين وحتى بتكمل 21 22، يعني فيك تقولي انه النجمة عم بيقوى. هذا كان اخر اتصال معنا لليوم، بدي اتمنى لكم نهار كتير حلو. ما تنسوا تتابعوني كل يوم الصبح بعالم الصباح الساعة 10:15 تقريبا، اول فقرات عالم الصباح، وبتقدروا تسمعون دايما على اليوتيوب لعالم الصباح. عودة لك جوزيف. ثانك يو لك كارمن، طبعا بنشوفك بكره ببدايه عالم الصباح، وشكرا على كل جهودك يلي بتعمليها. لكن مش ما تنسوا كمان انه في عنا حلقه خاصه كل اخر خميس من كل اخر شهر عن ابراج الشهر القادم مع كارمن ومع كل الابراج ال 12. لكل المشاهدين خليكم معنا، ما تروحوا لا مطرح، ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر كل السوشيال ميديا. بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه مع الشيف حسين ورشه ملح.